نهار 11 في شهر 11 تلاح وثائقي اللي دار ضجة مؤخرا، ولكن هذا الوثائقي اللي كان غريب في الأمر وأنه كان وثائقي ديال شخصيات كيعاودوا على شنو وقع لهم في الحياة ديالهم. فقليل فاش كنشوفوا بحال هاد الوثائقيات ديال شخصيات اللي كدير ضجة إعلامية لدرجة أن بعض الناس ما غاديينش يوافقوا هاد الوثائقي، وغادي يقولوا على أن الناس ولا الأصدقاء بربعة ما وصلوش لواحد العالمية باش انهم يديروا وثائقية كيفما قال واحد من صناع المحتوى. فهمتي ما كانش دابا انت تاع الطوندونس ولا مثلا داير دوكيومونتير ونجيبك تزا تهضر على مثلا حيت شحال واحد صيفط لي مساج قال لي الصدفة بليلة هبط ولكن ما نجيبوش علاش ماشي كشخص، لدرجة ان البعض من صناع المحتوى كذلك ولا البعض من الناس كيقولوا لانهم شكوا في المشاهدات ديال الفيديوهات وقالوا ما يمكنش هذا الفيديو ينتشر بهذه الوتيرة كاملة وانه حقق بزاف ديال المشاهدات في ظرف قصير لدرجة انه في ظرف 3 سوايع حقق مليون مشاهدة. واحد اللي شكيت فيها انا فاش طلعت دخلت الفيديو بانت لي 3700 فيو و160 الف لايكس ما فين جاني شويه الشك واش يكمل لايكات تشرا ويكمل فيوز تشرا. فبغض النظر على ان هاد الناس واش وصلوا ولا ما وصلوش، هاد الدراري واش داروا شي حاجه عالميه ولا ما داروهاش، فكيبقى على انهم حفزوا الدراري، حاولوا انهم يحفزوا بزاف ديال الناس وانسبيريهم باش انهم يديروا حوايج ايجابيه. فالرياضه هي حاجه ايجابيه باش انك ديرها باش انك تعلم ليها ولما لا انك تولي واصل فيها. فهاد الفيديو كيف ما قلت لكم انه يقدر انسبيري بزاف ديال الشباب باش انهم يتبعوا السبور ويتبعوا الرياضه وكذلك كره القدم باش يوصلوا في الحياه ديالهم. لذلك فخصنا هاد الفيديو ناخذوه ولا هاد الوثائقي خصنا ناخذوه من واحد المنظور ايجابي باش اننا نديروا حتى حنايا شي حاجه في الحياه ديالنا. وهاد الفيديو كيف ما شفتوا كان خفيف ظريف، حاولت ما نكثرش لكم في هاد الفيديو، ويلا بغيتو ندير لكم الجزء الثاني ديال هاد الفيديو باش نتكلم فيه اكثر على بعض الاراء ونعالجها، وكذلك انتم اعطوني الراي ديالكم واش بالفعل هذا الوثائقي يستحق هذه الشهره كامله اللي خداها في ظرف قصير ولا ما يستحقهاش. اعطوني الراي ديالكم، شنو اللي عجبكم في هذا الوثائقي وشنو اللي ما حبيتوش، شاركوني الراي ديالكم في الكومنتات وما تنساوش انكم تشتركوا معايا.